لم تعد كما كانت من قبل، فالكثير من التغيرات والمصطلحات الجديدة دخلت عليها، ولا نعلم من نضعه داخل قفص الاتهام في قضية عنوانها تشويه لغتنا العربية، وإلى من نشير بأصابع الاتهام. ولكن ما نعلمه هو أننا أصبحنا ومن مدة ليست بالقليلة بحاجة إلى حل جذري، لا إلى مماطلات بالحل لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد لغتنا الأم. لصباح سمراء، أحمد العزاوي، بغداد.